لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. ومن الحب ما قتل، هذا هو عنوان هذا اللقاء وهو الثالث، ونحن نتكلم عن هذا الوهم الكبير الخطير الذي وقع فيه كثير من فتيات المسلمين وشباب المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأدى إلى الكثير من الأضرار والآفات والأخطار. قد ذكرنا شيئا من الأضرار في اللقاء السابق، والليلة إن شاء الله نذكر بقية الأضرار مع ذكر وسائل العلاج والمعافاة من هذه الظاهرة الخطيرة. يأتي معنا في هذا اللقاء بعض الضحايا وبعض القتلى الذين فقدوا حياتهم بسبب الحب المحرم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول إحدى الفتيات، وهذا في ثنايا الحديث عن الأضرار الصحية وهي القسم الثالث من أضرار هذا الوهم الكبير، تقول: في يوم من الأيام جاءني اتصال من صديقة لي تخبرني فيه بأن صديقة لنا في غرفة العناية المركزة بالمستشفى، فهرعت إليها وأنا لا أعلم السبب، وحينما وصلت إليها وجدتها ممددة على السرير دون حراك، وقد أصابتها حالة تشنج عنيفة تركت بصمات زرقاء وسوداء حول عينيها وفي جميع أجزاء وجهها. وعندما سألت شقيقتها عن السبب أخذتني بعيدا عن والدتها المنهارة وقالت لي: لقد اكتشفت أن خالدا متزوج ولديه ولد. من خالد؟ أما خالد هذا فهو شاب تعرفت عليه عن طريق الهاتف، وبعد عدة لقاءات وعدها بالزواج، وها هي تدخل المستشفى من أجله. ولو علم هذان الأبوان المنهاران أمام غرفة ابنتيهما سبب دخولها المستشفى لقتلاها بدلا من أن يبكي عليها، كما في جزيرة في جريدة الجزيرة عدد 8663. وأغرب من ذلك ما نشر في بعض الصحف من قصة تلك المرأة التي فوجئت وهي تفتح دولاب ملابسها بعد أن عادت إلى بيتها بشاب يخرج من الدولاب، فتعالت صرخاتها مستغيثة بالجيران، وقد حاول الشاب إقناعها بأنه إنما جاء لخطبة ابنتها. تخيلوا، جاي يخطب بنتها ومستخبي فين؟ الله المستعان. التي تربطه بها علاقة حب، لكن المرأة أصرت على استدعاء الشرطة، وكانت المفاجأة أن سقط الشاب ميتا، أصيب بسكتة قلبية قبل أن ينقل إلى قسم الشرطة في أغرب حادث حب غرامي مجنون، كما في جريدة الرياض 11113. وقد سئل بعض الأطباء عن الحب قبل الزواج فأجاب: الحب هو اتحاد شديد العمق يؤدي التفريق فيه إلى سلسلة من انفجارات العذاب والألم قد تستمر حتى الموت، وقد تنتهي بتغير الشخصية تماما وتحولها كما يتحول الريديوم بعد تفجر الإشعاع إلى رصاص. أما الحب بعد الزواج، بقى اللي فات ده كان الحب قبل الزواج اللي هو الحب المحرم، أما الحب بعد الزواج فهو الحب الحقيقي الذي ينمو ويعيش ويتحدى النسيان ويضفي النبل والإخلاص والجلال على أبطاله. رابعا، الأضرار الاجتماعية، وهي كثيرة، نذكر شيئا منها. رقم واحد: انتشار الفساد في المجتمع وشيوع الفاحشة فيه. كم من عفيفة حرة صارت باسم الحب المحرم من البغايا، كم من عفيف صار به عبدا للصبيان والصبايا،
ويحضرني في هذا المقام قصة فتاة جامعية وقعت في وهم الحب وجرى لها ما جرى لغيرها من ضحايا هذا الوهم، نظرة فابتسامة فكلام فموعد فإيه؟ فلقاء. الناس بتقف لحد هنا، لا عايزين نكمل بقى. فلقاء ففجور فندم وحسرة. هذه الفتاة لم يقف الأمر عند هذا الحد، تخيل لم يقف الأمر حتى عند ارتكاب الفاحشة بل تعداه. كيف؟ قام هذا الذئب المسعور بتصوير هذه الفتاة وهو يمارس الفجور معها في شريط فيديو، أيام ما كان شريط الفيديو زمان، ثم صار يهددها بهذا الشريط حتى انقادت له وصارت كالخاتم في يده يخرج بها متى شاء بلا قيود. لم يكتفي بذلك حتى أشرك معه غيره من الذئاب البشرية المسعورة. هترفض هيعمل ايه؟ هيفضح. فإذا بالفتاة الجامعية المصونة تتحول إلى بغي فاجرة، تنتقل من رجل إلى آخر، ثم تنتهي القصة بقيام هذه الفتاة بقتل ذلك الذئب انتقاما لشرفها وعرضها، لتودع في السجن خلف القضبان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اقرأ القصة كاملة وهي من القصص المبكية دما وليس دمعا، في رسالة بعنوان شريط الفيديو الذي دمر حياتي للشيخ الحسين عبد العزيز الحسين حفظه الله. من الأضرار أيضا فشل الحياة الزوجية وكثرة وقوع الطلاق في المجتمع. طبعا كثير من الشباب عايشين الوهم، بيقولك ده هو الزواج الناجح اللي بيبقى مبني على الايه؟ على الحب، وهذا كذب صراح، لأنه أبدا لن تكون معصية الله أبدا سببا للسعادة والاستقرار والهناء أبدا، بل لابد أن تأتي المنغصات. في دراسة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية، وخد بالك أجريت فين عشان ما يقولوش أجريت في السعودية، يقولك ده ايه ده هم لا ده في أمريكا، تبين أن معظم الذين تزوجوا بعد قصة حب كبيرة لم ينجح زواجهم. جريدة الرياض 11063 اللي هو رقم العدد، مقال الحب أكثر الأمراض النفسية وطأة للدكتور أحمد جاد استشاري الطب النفسي. كلام موثق عشان اللي عايز يدور ورانا يدور ويتأكد. وليس هذا في ديار الغرب فحسب، بل حتى في بلاد المسلمين. في دراسة أجريت في المستشفى التخصصي بالرياض على ظاهرة الطلاق، وجد أن أكثر حالات الطلاق إنما تقع في الزيجات التي تمت بعد علاقة حب، كما في مجلة اليمامة عدد 1482، وصرح بذلك الدكتور عبد الرزاق الحمد رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب بجامعة الملك سعود. تبين دكتورة خديجة علوي أستاذة علم النفس السبب، فتقول إن مفهوم الصداقة بين الشاب والفتاة قبل الزواج أمر مرفوض دينيا واجتماعيا. طبعا ده الكلام ده فين؟ في بلاد المسلمين، في الغرب ما فيش الكلام ده، أمر مرغوب مش مرفوض. فهي ضمن الأفكار الفاسدة التي وردت إلى مجتمعنا بسبب الانفتاح اللامحدود على المجتمعات الغربية. ثم تبين شيئا من خطر ذلك، فتقول إن هذه الصداقة التي تنشأ بين الشاب والفتاة بحجة أنها ضرورية لوضع أخلاق وطباع الشريك المرتقب تحت المجهر أو لغير ذلك، ما هي إلا وهم كبير، إذ أنها تأتي بنتائج عكسية على العلاقة ذاتها فيما بعد إذا ما تم الزواج بينهما. ففي الغالب تكثر الخلافات وعدم التفاهم يزداد حدة، لأن كل منهما بدأ يرصد بدقة عيوب الآخر وسيئاته بعد أن كانت غائبة تحت وهم الحب الذي ربط بينهما عن طريق الصداقة. زي ما قلنا المرة اللي فاتت، مراية الحب إيه؟ عمية. فهو وهو متعلق بيها وهي متعلقة بيه ما بيشوفوش إلا إيه؟ إلا أحسن حاجة، وهو بيتجمل ليها وهي بتتجمل ليه. لما بيتجوزوا بيبقى الأمور بنت على إيه؟ على الحقيقة، عشان كده بيكملوش. وأكبر شاهد على ذلك هو الواقع، فقد روت إحدى الأخوات قصتها مع إحدى زميلاتها، فقالت رأيتها بعد انقطاع دام أكثر من عام فهالني منظرها. اتفاجئت لما شفتها، ليه؟ تغيرت تماما، تحول احمرار وجنتيها إلى هالات سوداء حول العينين، ونحل جسمها الممتلئ إلى وزن الريشة، وتحول مرحها إلى حزن لا يفارقها، تعلوها غبرة ويكسوها شحوب وكآبة. وحينما سألتها ما الذي غيرك وأوصلك إلى هذا الحد،
فأجابتني بصوت متهدج: أتذكرين ناصر؟ وهو شاب تعرفت عليه أيضا عن طريق الهاتف. لقد تزوجته وليتني لم أفعل. طالما أنت حبتي وحبك ليه ليتني لم أفعل؟ تقول: فأصابني الذهول مما سمعت، أهذا هو ناصر الذي أوهمت نفسك بأنه سيجعلك أسعد إنسانة؟ فابتسمت ابتسامة ممزوجة بالألم والحسرة وقالت: لقد كان سرابا. كلام ده من أفواه المحبين العاشقين، لأن كتير مننا لو قلنا الكلام ده للشباب والفتيات يقول لك: لا ده مش حقيقي، الكلام مش صحيح، كلامهم اهو. لقد تحول بعد زواجنا إلى شيء آخر، تحول إلى الضد وانقلب إلى وحش كاسر يسمعني ألذع الكلمات ويعيرني بحبي له قبل الزواج. لأن هي رخصت إيه؟ نفسها، غير الفتاة المصونة اللي بتحمي نفسها لحد ما تيجي تطلب عزيزة مكرمة من بيت إيه؟ من بيت أبيها، وليس أن تفعل هذه المقدمات المحرمة. ويذكرني بأسوأ أفعاله ولقاءاتي معه، ويهددني بإخبار والدي. تقول: صدقيني لولا هذا الطفل الذي أخشى على مستقبله والذي أرى فيه كل آمالي التي لم تتحقق في والده لتركته عاجلا غير آجل، كما في جريدة الجزيرة عدد 8663. وأخرى تقول: أنا السبب في مأساتي، نسكت خيوطها بيدي ثم اكتويت بنارها. قبل سنوات ربطتني علاقة حب بشاب توجت بعد ذلك بالزواج، ورغم علمي من البداية باستهتاره إلا أنني رضيت به زوجة بعدما أدركت أنني لا أستطيع العيش بدونه. قد تسألون: ولما قبلت الزواج منه وبهذه الحالة؟ تقول: راهنت على إصلاحه وجعله إنسانا آخر. وللأسف ده موجود بين بعض البنات وعند بعض الآباء، يقول: مش مشكلة احنا ناخده كده وهي تحاول معاه بعد كده وربنا يهديه وينصلح حاله ونحو ذلك. يا عم ما بيصليش، يقول لك ربنا يهديه. طب ده بيشرب ومش عارف وحالته كرب، ما هو ممكن ما كتير من الشباب كانوا كده وربنا هداهم. طب لو ربنا ما هداهوش كيف تكون القدوة أمام الأبناء بعد ذلك؟ تقول: راهنت على إصلاحه وجعله إنسانا آخر، ولذا تحديت أهلي وأعلنت تمردي عليهم وتجاهلت كل تحذيراتهم. وللأسف ده غالب حال الفتيات المخدوعات بوهم الحب، بتقف ضد مين؟ ضد أهلها، اللي هم في الحقيقة بيبقوا شايفين إيه؟ شايفين مصلحتها. وكده كده أنت ما تخافيش، لأن الشرع أصلا لو أنت مظلومة وجالك واحد يخطبك مثلا أو يطلب إيدك أو عايز يعقد عليك وأهلك رفضوه بدون سبب وهو كان كف، الولاية بيحصل لها إيه؟ بتنتقل لمن هو يفهم ويعي، أو لمن هو يستطيع أن يزوجها من الكف اللي هو بنسميه في الشرع أو في الفقه الإعضال. تقول: تمردت عليهم وتجاهلت كل تحذيراتهم وعشت مع من أحببته كروحي، عشت أشهرا قليلة ظننت أنني أسير بالفعل نحو الهدف الذي رسمته لنفسي، غيرت من سلوكياته الكثير وحملت منه وأنجبت طفلة جميلة، لكنه عاد مرة أخرى لاستهتاره وفشلت في إصلاحه. إيه بقى السبب؟ ارتبط زوجي بأصدقاء السوء وصار يتغيب عن المنزل لفترات طويلة، كنت أنظر لطفلتي وأحدث نفسي: ما العمل عندما تكبر ووالدها بهذه الحالة السيئة؟ استهتار وإهمال وعدم اكتراث، وماذا أفعل عندما أقرر الخلاص منه وأربي ابنتي بعيدا عنه؟ وكيف تعيش ابنتي في هذا الجو الفارغ من الوئام الأسري؟ أنت إيه اللي حطك في الدائرة دي أصلا؟ أنت اختاري أصلا ذات الدين، صاحب الدين حتى يصونك وحتى يحفظك، وأنت كذلك وهو كذلك. أعني لجأت إلى أهلي وطلبت وساطتهم ونصحة وإرشاده، لكن فشلت كل محاولاتهم، بل تمادى في سهراته الخارجية وغيابه عن المنزل. والأسوأ من ذلك أنه نقل مقر السهرات الفاسدة إلى منزلنا، فأصبحت في موقف لا أحسد عليه. وعندما عجزت عن مقاومة هذا الوضع السيء لزوجي قررت الانفصال عنه قبل أن أدخل وطفلتي عالمه المميت، كما في جريدة عكاظ 11627. من الأضرار والمفاسد أيضا خراب البيوت والتفريق بين المرء وزوجه وأهله، وهذا ما يطمح إليه إبليس، أن يسلط بعض جنوده على بعض الشباب وبعض الفتيات ربما تزوجن حديثا، فيوهمهن بهذا الوهم الخطير
المضر فتنفصل المرأة عن زوجها أو الزوج عن امرأته بحجة الحب. وقد ذكرت لكم قبل ذلك قصة المرأة التي أرادت الزواج من زوجها. إزاي دي؟ عايزة تتجوز جوزها، ما قلتهاش؟ جوزها الجاهل عايز يختبر عفة مراته، فراح عامل حساب أكاونت وهمي على الفيس وبدأ يعكسها. طبعا الشباب فاهمين، الناس الكبيرة ما لهمش في الفيس زي حالاتي الحمد لله جزاكم الله خير. فبدأ يبعت لها رسائل حب وغرام وهي تقاوم، يبعت لحد ما ايه ما وقعت تمام، وبدأت تنجر معاه في الكلام وهو يعكس فيها وهي وهكذا، لحد ما بدأت العلاقة بينها وبين زوجها اللي هو في الحقيقة هو اللي بيعكسها، بدأت العلاقة تسوء، فطلبت منه الطلاق. قال لها أنا موافق بس تبريني من كل حاجة تمام، وفعلا تم الطلاق. وبعد ما اتطلقوا قال لها اللي كان بيعكسك على الفيس ده هو مين؟ ده هو جوزك. بعد البيت ما ايه، عشان كده قلت لكم ده زوج جاهل، ما ينفعش الراجل يعمل كده مع امراته تمام كده. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يطرق الرجل اهله ليلا يتخونهم، يبقى جاي من سفر ما يجيش يهجم كده على البيت عشان يفتش ويجي يشوف يكون في خيانه يكون في، لا نهينا عن ذلك، بل يعلمهم انه ايه. في قصه تانية قريبه من كده بس المراه بقى طلعت نصحه، عرفت ان جوزها بيلعب بايه، ها بيلعب بديله خدت بالك. فبدات هي ايه، بدل ما الغرب يعكسوه ما هي ايه، هي تعكس، بدات هي تبعت له رسائل وغرام وحب لحد ما اتفقوا على كل حاجه. قالت له بس عشان اعرف اللي انت جد لازم تجيب الشبكه، وفعلا جوزها جاب الشبكه خدت بالك، هو قاعد في اوضه المكتب وهي بره وعمالين يعكسوا في بعض. لا خلاص لقيت الموضوع خلاص راحت داخلة عليه وقالت له أنا فلانة وبتاع، وخدت منه الشبكة اللي هو جايبها عشان إيه، فطلعت هي من الموضوع ده بإيه، بشبكة خدت بالك. فمشاكل الفيس جر على الكثير من الناس أضرار ومفاسد خطيرة جدا، خصوصا اللي هو أصلا مش محتاج ولا بيستفيد منه ولا ليه حاجة لاستعماله، فهو زي إنسان تايه في صحراء خدت بالك، أو ماشي تايه في أي مكان، أي حد بيناديله بيروح. انت طالما مش محتاج حاجه زي كده ما تضيعش عمرك فيها، اولادك اولى من الوقت اللي انت بتضيعه على القهوه، او اولى من الوقت اللي انت بتضيعه على صفحات الفيس. تقعد مع ابنك تذاكر له، تراجع له قران، تقعد معاه تحاوره تشوف مشاكله، تقعد معاه يكلمك عن دراسته ويكلمك عن اصحابه. عيالنا محتاجين لنا اولى من الوقت الكتير اللي بيضيع على التليفونات وما فيش من وراه فايده ولا حاجه. خراب البيوت والتفريق بين المرء وزوجه. رقم 4، رفض الزواج وتفشي العنوسة. الفتاة التي تقع في هذا الوهم ترفض الزواج في وقته لأنها تنتظر الايه، الحبيب الموهوم. تقول إحداهن أنا فتاة جامعية أحببت شابا بكل معنى الكلمة، واخترته حبيبا لقلبي ورفيقا لضربي بموافقة ومباركة الأهل. تخيل بقى ما يبقى الأهل كمان ايه، يعني فيهم دياثة، يعني يعرفون بالمنكر والسوء والخبث ويقرون ابنتهم عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفيما كنا نقوم بالاستعداد للزواج فوجئنا باعتراضات وعقبات وهمية حالت دون إتمام فرحتنا، لكننا لم نستسلم، فحاولنا التغلب عليها وضحينا بالكثير دون جدوى، ولم نفقد الأمل رغم وصولنا إلى طريق مسدود. استمرت اللقاءات والاتصالات فيما بيننا، وفي ذات يوم نسينا أنفسنا في غمرة الحب، وكان الشيطان ثالثا. أنتم عارفين واحد وواحدة لما ينسوا نفسهم إيه اللي بيحصل، وبدأت المشكلة والمأساة الكبرى. بدل من هو بقى يجي عشان يبادر بالزواج، بدأ يتهرب من المسؤولية. هي بتقول لك عايزاه صح يصلح إيه غلطته، خد بالك وهو مش في دماغه. كيف يمكن أن يحدث لي هذا ولم يمسسني أحد غيره؟ وأقسمت له أني لم أعرف رجلا قبله، لأنه بدأ يشك فيها، طالما هي كانت سهلة معاه ممكن تكون إيه اتسهلت مع غير. وتوسلت إليه ألا يتخلى عني، فوعدني خيرا وعاد يؤكد حبه لي، وكثرت اللقاءات بيننا فكنت أحرص خلالها على عدم إغضابه، وكان هو الآمر الناهي والقاضي والجلاد. ثم بدأ يتهرب وينتحل الأعذار، وأخيرا انقطعت أخباره، فأدركت أني جنيت على نفسي. ويقول أحد الشباب: أنا شاب في المرحلة الجامعية، تعرفت على فتاة تكبرني قليلا وأحببتها، وقد مضى على حبنا 10 سنوات. تخيل 10 سنوات من الإيه؟ من الوهم والسراب.
قبل 3 سنوات فكرت بأن نعزز هذا الحب بالزواج، وفعلا كلمت إخوتي فلم يعارضوا، لكن المشكلة أن أحد إخوتي كان تقدم لأختها التي أكبر منها فرفضت أمها، فوجدت حلا هو أن الفتاة تكلم أمها ففعلت، لكن أمها أيضا رفضت وبأعلى صوتها قالت لن أزوجك أبدا فاترك، أو لن أزوجك أبدا فاترك الفتاة وشأنها. تقدم لها ناس كثيرون ولكنها ترفض بشدة وتنتظر أيضا السراب والوهم. من المفاسد أيضا الخيانة الزوجية، الخيانة الزوجية، وهذا كثير ربما بسبب وسائل الاتصال الحديثة التي أدت إلى الكثير من الأضرار كما سمعتم، وربما يحتمل الرجل من امرأته الكثير من التقصير، أما إذا كان التقصير يتعلق بالشرف والعرض فإنه إيه؟ لا يحتمل، يقول إنها كانت تحبني أما أنا فلم يدخل حبها قلبي في لحظة من اللحظات، وهذا هو حال أكثر الفتيات المخدوعات بوهم الحب. يقول ولشدة تعلقها بي لم تستطع الذهاب مع زوجها إلى منزله، اللي هي قصة واحد حب واحدة بس أهلها رفضوا يجوزوها فراحوا مجوزينها واحد تاني ولسه الحب إيه؟ موجود، تمام كده، وهي كانت بتحب. لم تستطع الذهاب مع زوجها إلى منزله وبقيت عند أهلها ما يقرب السنتين، ثم أنجبت ولدا وهي عند أهلها، وفي هذه الأثناء تبت إلى الله لكنها لم تتركني بل كانت تطاردني في كل مكان وتتحين الفرص لمقابلتي حتى عدت لها مرة ثانية، ثم تبت إلى الله ودعوته أن يبعدها عني، وبالفعل أخذها زوجها إلى منزله البعيد عنه. فيا لها من خيانة عظيمة حينما تخون المرأة عرض زوجها وعرضها ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الأضرار أيضا القتل وفشو الجريمة في المجتمع، وكلنا يعرف خطر القتل وعظم إثم هذا الذنب عند الله عز وجل. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، انظر للعقوبات، جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وأعد له عذابا عظيما. فهذا الحب المزعوم وهذا الوهم يؤدي في أحيان كثيرة إلى قتل النفس. مين يقتل مين؟ ممكن يقتل نفسه، ممكن تقتل نفسها، ممكن يقتلوا إيه؟ نفسهم، ممكن يقتلوا غيرهم. معقول كل ده؟ معقول. نشرت إحدى الصحف قصة تلك الفتاة التي أشعلت النار في جسدها، ليه؟ لتخلي حبيبها عنها وارتباطه بأخرى، وكانت قبل ذلك حبست نفسها 3 أيام في منزلها، حتى قالت إحدى جارتها لم تتوقف عن البكاء طيلة تلك الفترة، ثم حاولت بعد ذلك قتل نفسها فأشعلت النار في نفسها، فجاء حبيبها وحاول تخليصها من ذلك فانقضت عليه وهي تشتعل نارا واحتضنته بكل ما أوتيت من قوة ليحترق جميعا في مشهد مروع لم يشهد له مثيل، جريدة الرياض 14/1092. وقصة مشابهة لشاب انتحر هو ومحبوبته في محافظة جرش ولا جرش مش عارف تشكيلها ايه، بشم جرش الأردن شمال الأردن، بعد أن أطلق الرصاص على نفسيهما في أجواء تراجيدية تحاكي قصة روميو جولييت، عارفينها طبعا روميو جولييت، أنا ما أعرفهاش والله. الشاب 24 سنة والبنت 22 سنة، عاش في السنوات الأخيرة قصة عاطفية لم تكتب لها نهاية سعيدة، بعد أن اصطدمت برفض الأهل لزواجهما بحسب رسالة تركها المنتحران بخط يديهما قال فيها إنهما أقدما على الانتحار بكامل إرادتهما وقواهما الإيه؟ وقواهما العقلية. عثر على الشاب والفتاة ملطخين بالدماء بعد أن عبرا عن احتجاجهما بالرصاص، وإلى جوار جثتيهما رسالة تشير إلى اتفاق قديم بينهما على الزواج أدى اليأس من تحقيقه إلى هذه النهاية المفجعة. عمل الشاب أطلق الرصاص على رأس الفتاة أولا ثم أطلق النار على رأسه وتوفي على الفور، فيما بقيت الفتاة تحت خطر الموت لمدة 3 أيام ثم فارقت الحياة. هذا أثر من أثر هذا الوهم المزعوم. وأعجب من هذا قصة، خد بقى العجب، ذلك الطيار المغربي الذي فضل الانتحار ومعه جميع الركاب، تخيلوا ليه؟ ها؟ بيحبهم؟ حين علم بوجود رجل على متن الطائرة قد انتزع منه الفتاة التي يحبه،
عرف ان الراكب فلان الفلاني موجود في الطيارة اللي هو بيقودها، وهو ده السبب اللي خد منه مين؟ محبوبته. فقرر ان هو بالطيارة وبالركاب، وايه؟ وفعلا انتحروا كلهم وقتل الركاب كلهم. جريدة الرياض عدد 11109. طب القتل غير على العرض والشرف. أقدم مواطن من إمارة دبي على قتل ابنته وصديقها ثم سلم نفسه للشرطة. إيه القصة؟ مواطن بالغ من عمر 50 سنة اكتشف وجود علاقة بين ابنته 20 سنة والشاب 25 سنة. شاهد والد الفتاة الشاب وهو يقترب من منزله، وقد صعدت ابنته مع الشاب في سيارته وغاب لفترة. ولما عادت مع صديقها كان الأب فين؟ في انتظارهما حاملا بندقيته. أوقف الأب سيارته في عرض الطريق لإجبار الشاب على الإيه؟ على التوقف، لكنه تمكن من الإفلات بسيارته ومعه الفتاة إلى قرية مجاورة، فتعقبهما الأب بسيارته وتمكن من اللحاق بهما عند جدار القرية، فأمطرهما من بندقيته 12 طلقة، ولقي الشاب والفتاة حتفهما على الفور، ثم توجه إلى قسم الشرطة وسلم نفسه. كما في جريدة الشرق الأوسط عدد 5410. أما قتل الأبرياء انتقاما لغدر الحبيب أو فقده، فمن أمثلته ما سبق من قصة الطيار المغربي وقصة تلك الممرضة العربية التي حكم عليها بالإعدام. ممرضة، خد بالك ليه؟ بتهمة القتل العمد والشروع فيه. ليه؟ كانت الممرضة قد حاولت قتل المرضى. ليه؟ مش مفهومة دي. الممرضة بتقتل المرضى ليه؟ هل مثلا اللي بتحبوا عيان مثلا مريض منهم؟ لا، لأن الطبيب المعالج الذي رفض حبها، يعني الدكتور اللي بيعالج العيانين دول رفضها، فهي بتنتقم منه في مين؟ العيانين، فخدوها هي عشان يعدموها. أرأيتم ماذا يصنع هذا الحب المجنون بأهله؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرأيتم حتى ما يكون من تطويع الفساد أو يعني تغيير معاني النخوة والرجولة في النفوس. لو تفتكروا زمان وإحنا صغيرين ما كنا بنتفرج على الأفلام الأبيض وأسود، الناس الكبيرة ممكن برضو تاخد بالها معايا من الموضوع ده، لما كانوا يجيبوا قصة واحد بيحب واحدة وأبوها إيه؟ مش راضي، إيه اللي يحصل؟ يتفقوا إن هم يهربوا مع بعض، صح كده؟ ويجيب لك بقى مشهد الهروب، يديها معاد مثلا في نص الليل ويقول لها حاجيلك مثلا عند البيت وحرميلك مش عارف طوبة في البلكونة، وانت أول ما تسمعي الخبطة دي تنزلي وتتسحبي، ويجيب لك الكاميرا مثلا على مين؟ صح كده؟ على أبوها، وهو بقى نايم وخد بالك وبيتقلب. فانت أول ما يتقلب كده قلبك يدق وتقول يا رب إيه؟ يا رب ما يصحى، ربنا يستر، كأنك انت بتتستر معهم على الإيه؟ ويبدأوا فعلا يتلاقي الراجل الشهم اللي عنده نخوة قاعد يتفرج وعادي، والشنبات قد كده. الله، انت متعاطف مع ايه؟ انت راضي؟ هتقول ايه ده تمثيل يا عم؟ مش ما هو التمثيل بعد كده بيبقى ايه؟ مش عارفين اللصوص ولكن ظرفاء، ولا مش عارفينه؟ عارفين الفيلم ده؟ ها؟ اللصوص ولكن ظرفاء، صح؟ مش كده بتاع اتطبق بالفعل. بعدها قرأنا في الجرايد ان في ناس حاولوا يطبقوا نفس قصة الفيلم ده، فعاملين كده في الجرايد لصوص ولكن غير ظرفاء، معرفوش ايه يحبكوا الايه الموضوع فاتمسكوا. فهو في الحقيقة نشر الفواحش والمنكرات في المجتمع من خلال المسلسلات والايه والافلام، ولا حول ولا قوة الا بالله. من ابشع جرائم القتل بسبب هذا الحب تلك المرأة التي احبت هذا الرجل، فوضعت السم لزوجها قبل زفافهما بيوم واحد عشان تتجوز مين؟ عشيقها. العريس جاي في منزل حماته عشان يوري لهم كروت الفرح، فراحت مراته مقدمه له الايه الشاي وحاطه له فيه سم، طلع من البيت طب ساكت على الارض، مات مسموم، ولا حول ولا قوه الا بالله، كما في جريده الجزيره. من الاضرار ايضا خامسا الأضرار الأدبية، وبعدها نذكر العلاج. الأضرار الأدبية من أعظمها سقوط كرامة المرأة من عين الرجل. فالمرأة التي تخون أهلها ومجتمعها ودينها كذلك وتقيم علاقة مع رجل غريب تسقط من عينه، وكلما اقتربت منه وقدمت له من التنازلات ولبت له من الرغبات ازداد لها احتقارا. ولذا تجد كثير من هؤلاء أو أكثر هؤلاء يرفض الزواج ممن كان يحبها،
ليه؟ يقول لها ما استأمنكيش على ايه؟ على بيتي وعلى عرضي، لان انت طالما عملتي كده معايا ممكن ايه تعملي مع غيري. وبعضهم يصرح يقول لا اتزوج فاجره. طب ما انت اللي فجرت بيه، بس هي كده، ما هو لعب وتلاعب بالاعراض، وفي الاخر بتنتهي بما تسمعون. حين تمنحه الفتاة أغلى ما تملك عرضها وشرفها، ثم يتخلى عنها ويبحث عن غيرها. تقول إحداهن أحببت شابا منذ 6 أشهر وتطورت علاقتي به سريعا، وأخجل من القول. تخجلي ليه يعني؟ ما أنت منيلتي الدنيا دي، جاي تقولي أخجل؟ أنني كنت أذهب معه إلى إحدى الشقق المفروشة التي يمتلكها صديق له، ذلك أنه استطاع أن يقنعني، اسمع، بأن المكان المغلق يحميني من نظرات الناس، بدل ما يبقى مع بعض قدام الناس خلينا فين؟ حين يروننا معا وانسقت معه لأنني أحبه ولأنه وعدني بالزواج. المشكلة أنني طلبت هذا الشاب بالزواج، ولكنه منذ ذهابي معه إلى الشقة بدأ يتهرب مني. إنني أعيش في جحيم من الخوف والمهانة، ولا أعرف كيف أتصرف، ولا أستطيع مواجهة أهلي، فهم يثقون بي تماما. شوف الثقة أهلها بإيه؟ واثقين منها. أخ من الإخوة معنا هنا في المسجد بيحكي لي قصة بنت في ثانوي، مش عارف أولى ثانوي تانية ثانوي تالتة ثانوي، بتطلع الصبح من البيت رايحة المدرسة، ما تروحش المدرسة وتروح شقة، وعلى كده بقى شهور وسنين، وأهلها طبعا إيه؟ مغيبين مغفلين. ده إيه العجب بقى؟ العجب إن الولد ده اللي هو بيعمل معاها الحرام لما راح يطلبها من أهلها رفضوا. طبعا هو ما ينفعش زاني يتزوج زانية، الزانية إيه؟ لا ينكح إلا زانية والزانية الآية. لكن هو مش قضية، هما مش فاهمين كده، هو مش بيرفضوا عشان كده، لا بيرفضوا، بس البنت هتكمل تعليمها لسه، تعليم ايه ونيلة ايه. وشوف بقى الايه اللقاءات الكتيرة جدا المتعددة ديت، وبيعالجوا كل حاجة، تعرفين في وسائل وفي مصايب سودة والدنيا ماشية ولا حول ولا قوة عندهم يعني. وهذه أخرى تقول تعرفت عليه، وبعد فترة من التعارف أعلن عن استعداده للخطبة، فرحنا وظن الجميع أن الزواج قادم، ولكن للأسف تكررت لقاءتنا بشكل منفرد خارج إطار الأسرة، وبعد أن سولت لنا أنفسنا ارتكاب بعض الآثام الصغيرة، وبدأت تتزايد مع مرور الأيام، وللأسف تركني بعد ارتكاب جريمته بأنني لم أحافظ على نفسي، وبالتالي لا يستأمنني على نفسي بعد الزواج. وذكر شيئا أيضا من الأضرار، وهي الأضرار المادية. أضرار مادية، واحدة كانت بتحب واحد صرفت عليه في 4 شهور 18,000 ريال، عشان هو أصلا هلفوت مالوش شغلة ولا مشغلة، هو بيبتزه، فهي عشان بتحبه عملت ايه؟ وشوف فواتير التليفونات اللي فيها بنات أو فيها شباب بيحبوا، بتلاقوا الفواتير بتيجي كام؟ بسبب ايه؟ والأب طبعا مش واخد بال، ربنا يستر. من عجائب هذا الوهم، وبها نختم هذه الأضرار، ما ذكره ابن حزم رحمه الله في كتاب طوق الحمامة، قال دخلت يوما على عمار بن زياد صاحبنا فوجدته مهموما، فسألته عما به، فتمنع ساعة، مش راضي ايه، مش راضي يقول، ثم قال وقع لي أعجوبة ما سمع بها قط. قلت وما ذاك؟ قال رأيت في نومي جارية فاستيقظت وقد ذهب قلبي فيها. شاف واحدة ما يعرفهاش وما لهاش وجود، فما شافها في المنام قلبه ايه؟ اتعلق بيها، وهمت بها، واني لفي اصعب حال من حبها. ايه الحل؟ يا الله ينور عليك، ينام تاني ويحلم انه اتجوزها، خدت بالك؟ او ظفر بها. قال ابن حزم وبقي اياما كثيره تزيد على الشهر مغموما لا يهنأ بشيء وجدا عليها، إلى أن قلت له من الخطأ أن تشغل نفسك بغير حقيقة وتعلق وهمك بمعدوم لا يوجد، هل تعلم من هي؟ قال لا والله. طب أنت مش عرفت يعني، مثلا لو واحدة موجودة مش ماشي كمان، ده حرام، متجوزة مثلا أو مش متجوزة حرام أنه يتعلق بها في الحرام مثلا، لكن هي أصلا دي كمان ملاش إيه؟ ملاش وجود. ولو عشقت صورة من الصور المصنوعة لكنت عندي أعذر. قال فما زلت به حتى سلا. انت ممكن تقولوا طب ده الكلام ده قديم، لا ده دلوقتي واحدة عندها 17 سنة وبعت المشكلة بتاعتها لبعض المستشارين على بعض الصحف، لهم كتير منهم ما بيفهمش حاجة وبيزود الطين بلة، خدت بالك؟ وبتقول لها ان انا بحب واحد، تخيلوا ايه؟ اتجوز. ها حد يتخيل حاجة تانية؟ مش مسلم، حاجة اعجب، ميت، بتحب واحد ميت.
ومش عارفة تعيش ولا عارفة تنام ولا عارفة تقوم ومش عارفة تقاوم العواطف بتاعتها وتفكر في ليل نهار ومش عارفة تعمل ايه. شفتوا الوهم ده بيعمل في الناس ايه؟ واخيرا اخواني لعلنا نتساءل ما العلاج. هذه بعض الوسائل ينتفع بها من وقع في شيء من هذا الوهم او من يتابع بعض الشباب فيحاول مساعدتهم في التخلص من هذا الوهم الخطير. ما السبب الرئيس في كون هذا الحب المحرم يقع بين الشباب والفتيات؟ ايه السبب؟ الاهل. ايه السبب يا جماعه؟ ان ما فيش حب، الفراغ الايماني. ها، ما فيش ايمان، مش كفار، في ما فيش علم شرع. هو في الحقيقه اخطر سبب ضعف الايمان بالله سبحانه وتعالى الفراغ الايماني، مش حول العاطفي بقى، الفراغ الايماني. القلب فعلا فارغ من الايمان بالله سبحانه وتعالى، في ايمان بس ضعيف جدا. الحب لله سبحانه وتعالى لو موجود وبقوه هيغلب الحب ده وهيدافعه، ان بيحب واحد مش هيعمل الحاجه اللي ايه اللي تغضبه. الخوف من ربنا لو موجود وبقوه هيحول بين الشاب او البنت والحب المحرم. لكن هي المشكله ان القلب لما يبقى خاوي ويجي الحب ده يتمكن منه، كما قال بعضهم اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى، يعني كنت لسه خام، يعني لسه ما حبيتش قبل كده، فصادف قلبا خاليا فايه فتمكن. خدت بالك؟ الحب اللي بيسموه الحب الايه الاول، الحب الاول اللي هو ما فيش زيه ده. خدت بالك بسبب ايه؟ بسبب ان القلب فاضي. كذلك الفراغ القلبي من القضايا العظيمة الكبرى للأمة، اللي عايش للأمة وحاسس بالألام اللي الأمة عايشاها والمآسي اللي المسلمين عايشين فيها جوه وبره، أبدا لا يمكن أن يعيش وراء هذا الوهم والسراب أو يعيش هذه السخافات، وإنما يوجه القلب إلى ما فيه نفع له وما فيه نفع للأمة. لذلك أول سبب من أسباب العلاج العناية بالقلب، تدارس أسماء الله الحسنى ودراسة الأعمال القلبية، حب الله والخوف منه وغير ذلك. وسبق معنا دروس 10 أسباب لزيادة الخوف من الله وأكثر منها لزيادة الحب من الله عز وجل في القلب، ممكن نرجع لها ونسمعها. والقلب إذا فسد فسدت الجوارح، فتجد العين تنظر للحرام واليد تلمس الحرام والرجل تمشي للحرام وينفق النفقات الحرام وربما يفعل ما هو أشد من ذلك، والقلب يهوى ويتمنى والفرج إيه؟ يصدق ذلك أو يكذبه. وفي كثير من الأحيان يقع الحرام والمنكر ولا حول ولا قوة إلا بالله. 2، إغلاق الباب من البداية. أي شاب وأي بنت وقع في الحب المحرم لازم ينزع مباشرة من هذا الحرام وهذا الذنب إذا أراد التوبة الصادقة النصوح. ليه؟ لأن من شروط التوبة الإخلاع عن الإيه؟ عن المعصية. ما بقاش أنا مصر على الذنب وبقول استغفر الله، استغفر الله دي يعني أنا هتوب إلى الله، يعني أقلع عن الذنب أتركه. هتقول لي أنا خايف إن أنا أرجع له تاني، يبقى ربنا يحلها. لما ترجع تاني تعمل إيه؟ تتوب تاني وخد بأسباب الثبات والاستقامة وسيعينك الله إن كنت صادقة. أما أن أترك المعصية وأوهم نفسي أنني أتوب أو أنني أريد التخلص منها، هذا وهم ليس في الحقيقة توبة وليس استغفارا. لذلك نوقف الخطر، نقلع عن المعصية ونغلق الباب من البداية. الحب الحرام ده جالك منين؟ جالك من الفيس، مش عايزين فيس. جالك منين؟ من الدروس المختلطة، خليكي في درس ما فيهوش اختلاط. جالك منين؟ من الجيران، شوفي مثلا ايه المشكلة وحاولي تحليها وحاولي تسد الباب وحاول تسد الباب من البداية. جالك من الأفلام والمسلسلات، بتحاول تقلد البطل والايه؟ لا، نحاول نشوف الباب اللي دخلنا منه المنكر ده وتمكن بسببه من قلوبنا ونصده ونسده. كذلك صرف البصر عن الحرام، قال الله قل للمؤمنين ايه؟ يغضوا من ابصارهم بعدها ويحفظوا فروجهم. ليه قدم غض البصر على حفظ الفرج؟ لان اطلاق البصر هيوقعه في ايه؟ فيما وراءه، لكن لو هو غض البصر من البدايه خلاص انتهى. كذلك وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن، عشان كده النبي لما اتسال عن نظره الفجاه، واحد ماشي في الشارع بيحود كده بص لها واحدة بكامل زيناتها يعمل ايه؟ قال اصرف بصرك. يبقى لو صرف بصره خد أجر لأنه ترك المعصية لله، وربما يكون من السبع الذين هم في ظل العرش، لأن هي دعته بشكلها بزينتها فقال إني أخاف الله بحاله فغض بصره، فهو منهم إن شاء الله. طب لو هو تابع النظرات
القلب هيتعلق، ممكن بعد كده يشوف هي بتيجي منين وبتمشي فين وبتروح ويبدأ يتابع، خلاص القلب تعلق ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك غلق أبواب الفتنة أو سد أبواب الفتنة من البداية حتى لا نعالج، لأن الدفع كما يقول العلماء، احفظ القاعدة دي، الدفع أسهل من الرفع. اللي هي الوقاية إيه؟ خير من اسمها الدفع أسهل من الرفع، اللي أنا أحاول أبعد المرض أصلا من البداية بدل ما استنى أنه يقع وأحاول إيه؟ وأحاول أعالجه وأساعده بعد كده. أيضا من الأسباب التي تعيننا وتعين الشباب والفتيات على تجنب هذا الخطر تجنب الاختلاط. الشرع جعل المرأة لؤلؤة مصونة حماها وحفظها، وليست سلعة مهينة يعني تتناولها الأيدي، ولذلك وضع حدودا في التعامل بين الرجال والنساء ولو كانوا في بيت الله. النساء لما يجوا يصلوا يصلوا فين؟ لا هنا، لو جم المسجد في الخلف وراء المسجد النبوي كانوا بيصلوا وراء الصحابة. طب النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة انهم نهى النساء انهم ايه؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء الصحابة عن ايه؟ انهم يرفعوا من السجود قبل رفع الرجال. ليه؟ عشان عينيهم ممكن تقع على عورة راجل مكشوفة وهو ساجد مثلا، الثوب بتاعه قصير فالعورة تظهر، فخلى النساء يتريثن ويتمهلن، ما يقوموش مباشرة لما الإمام يقوم من السجود، ينتظروا من الرجال ايه. تاني حاجة، أمر الرجال بعدم الخروج مباشرة بعد الصلاة حتى يخرج الايه النساء. هتقول لي هو في ممكن واحد يعاكس واحدة في بيت ربنا؟ ممكن كده. شوف الشرع سد الايه، ما بالك لما يبقى في المسجد المعاملة كده، اما تبقى في الوظيفة بقى شكلها ايه؟ المفروض يبقى الضوابط ايه؟ اشد. لكن هزار وضحك وتجيب له شاي ويجيب لها نسكافيه وتحكي له عن جوزها ويحكي له عن مراته، بس خلاص الدنيا باظت. يبقى احنا لو عدينا الضوابط دي والحواجز دي هنقع في الحرام. عشان كده كمان حتى تلاقي النساء امرنا في السير في الطرقات ليس لكنا ان تحققنا الطريق، عليكنا بايه؟ حافات الطريق. يعني المرأة تمشي فين؟ في الجانب نص الطريق ده لمين؟ للرجال. شوف الشرع، شوف التأمينات، شوف الإجراءات الوقائية. إحنا دلوقتي اللي بنمشي فين؟ بنمشي على جنب. زمان المرأة كان يعلق ثوبها بالحائط من شدة لصوقها فيه، ممكن وهي ماشية كده تلاقي هدومها تعلقت في الحيط في الجدار بسبب إنها سمعوا كلام مين؟ يبقى الإجراءات الوقائية دي بتمنع وقوع الجريمة. احنا ما نستناش الجريمة لما تحصل ونحاول نعالجها، لا، ناخد الإجراءات الوقائية. منها بقى إيه؟ منع الاختلاط المحرم، لأنه من أعظم الأسباب التي توقع في الحب المحرم. طالما احنا قربنا النار من البنزين هيحصل إيه؟ اشتعال الحب. لكن طول ما هو بعيد، خصوصا خدوا بالكم في إيه؟ في القرايب، بنت عمه، ابن خالها، بنت خاله، لأن ده على طول بإيه؟ بيشوفوا بعض. فلو احنا حاطين ضوابط يبقى صعب ان الحرام يقع. لكن لو على طول بنقعد مع بعض ونهزر ونتق مع بعض، خدت بالك وكده، ونهزر وكده، خلاص ما ممكن الحرام يقع بايه؟ بالسهوله. عشان كده انا عايز الاخوه والاخوات يقراوا كتاب عوده الحجاب بتاع الدكتور محمد اسماعيل، كاتب فيه يعني اجراءات جميله جدا وحاجات ممتازه ومهمه جدا للرجال والنساء قراءه ذلك. كذلك المنع من المصافحه. قال صلى الله عليه وسلم: اني لا اصافح الايه؟ النساء. وقالت عائشة: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إيه؟ لا تحل أو إلا نساء. وقال: أن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير لا من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. هتقول لي أصل أنا نيتي طيبة وبيضة وما فيش في نيتي، أنت أحسن من النبي؟ النبي كانت نيته إيه؟ طب ما ليه ما كانش بيسلم على السلام؟ ومع أنه إيه؟ والد لإيه؟ وزوجته أمهات الإيه؟ ومع ذلك يغلق هذا الباب ويحرم علينا مصافحة النساء. ما تقوليش أصل أنا اتحركت، بين لها الشرع ولها النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ده حرام وأنت على رأسي من فوق، بس قال لنا أن حرام أن الرجل يصافح المرأة الأجنبية والمرأة تصافح الرجل. كذلك ألا تسافر المرأة بدون محرم، كذلك ألا تخلو المرأة بالرجال، لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أيضا منعنا من الخضوع بالقول، منع النساء يعني، فلا تخضعن بالإيه؟ بالقول فيطمع الذي
في قلبه مرض. لأن لو بتشتري حاجة حتى, وفي ده للأسف موجود بعض نسائنا كده, عاملة صحبة مع مين؟ مع البياع ومع الخياط ومع بتاع الفواتير الكهرباء. أيوة خدت بالك, وإيه يقعدوا يهزروا ويضحكوا مع بعض. حرام, ده حرام, لا تخضعن بالقول. أنت بتتعاملي مع راجل أجنبي يبقى التعامل في حدود الإيه؟ الشرع. ده بكام ده بكام, خلاص وانتهى الأمر. لكن هزار وضحك هذا لا يجوز. كذلك ننصح الشباب والفتيات بشغل الوقت, لأن الفراغ من أعظم الأسلحة الفتاكة. الفاضي بيقولوا يعمل إيه؟ لكن طول ما الولد وقته مشغول بالأشياء المفيدة, بيمارس هواية, رياضة, قراءة, عندها حاجات أشغال بتعملها, راح الدار تحفظ قرآن, هو مثلا بيشتغل بيشغل وقته, يبقى مش هيبقى عنده وقت الشيطان يستثمره. شغل وقت الفراغ بالمفيد النافع. كذلك الاهتمام بالدراسة, الدراسة الشرعية والدراسة الدنيوية. احنا في الأصل مطالبين بأنهي؟ هنمتحن في القبر عن ايه؟ عن الثانوية العامة ومجموعها ولا الكلية اللي دخلناها؟ هنمتحن عن من ربك, ما دينك, من نبيك. يبقى حضرتك لازم تهتم بدول وتدرس دول, تتعلم دينك. ومع الاهتمام بالدراسة الشرعية في المسجد أو في دار أو في غيره أو في معهد شرعي, يبقى لازم تهتم بالدراسة برضو الدنيوية. محتاجين المسلمين يبقوا متفوقين عشان دولة الإسلام تزدهر مرة أخرى بالدراسة الشرعية والدراسة الدنيوية. كذلك أيضا المشاركة في الدعوة إلى الله, مساعدة المحتاجين, زيارة الأيتام والمسنين, تعليم الأطفال القرآن الكريم, المشاركة في سائر أنشطة المسجد الاجتماعية وغير ذلك. فهذا مع كونه يشغل وقت الفراغ كذلك حسنات كثيرة يحصلها الشاب والفتاة من وراء ذلك. أيضا أن تعرف الفتاة قدر نفسها, يعني ما ترخصش نفسها, تفكر في المعنى ده كتير. انت ربنا قدرك هتتجوزي فلان, خلاص اصبري لما يجيلك فلان بالحلال, ما ترخصيش نفسك. زي ما قلت من شوية, بعض البنات بتخلي نفسها زي الوردة, اي واحد عايز يقطفها يقطفها. وبعض النساء بتخلي نفسها زي اللؤلؤة, فين مكانها؟ في اعماق البحار, عشان تستخرجها لازم مشقة شديدة جدا. عشان كده تلاقي الشرع ما فيش حاجة اسمها واحدة تجوز نفسها, لازم الايه؟ الولي. تمام كده؟ لو الولي مثلا الأب ميت يبقى تنتقل الولاية لمن بعده وهكذا. حتى وإن لم يوجد لها ولي, السلطان ولي من لا إيه؟ من لا ولي له. تمام كده؟ ليه؟ لأن ده يعرف يدافع عنها, يعرف يجيب لها حقها. الشيخ محمد حسان بيذكر قصة عن بعض الشباب لقى محفظة, طب يفتحها كده عشان يشوف بتاعت مين ويتعرف على صاحبها ويرجعها له. لقى فيها 24 عقد عرفي, وكل عقد باسم بنت. شاب جامعي, يعني مش هقول متجوز بقى, ده زنا مش جواز. ضحك على كام بنت, واللي ما تعجبهوش يديها ورقتها بعد ما ياخد منها اللي هو عايزه, خلاص كده طلقها يعني. تمام كده؟ وبيضحك عليه, يقول لها بس نربط نفسنا عشان لما نخلص دراسة ايه نبقى نتجوز. وايه وكمان ده زمان ما كانش فيه قاضي ولا محكمة وتوثيق, ده جواز ده سليم ما فيهوش حاجة. بيضحك بقى, لان الزواج العرفي في الشرع زواج سليم بس مش بتاعهم. زواج العرفي اللي هو صحيح اللي هو ايه اللي هو لا اللي هو ما توثقش في عند مأذون ولا في محكمة, بس شروطه كلها موجودة, فيه ولي وفيه شهود وفيه مهر وفيه إشهار. يعني اللي هو الزواج اللي كان زمان في محكمة وكان قاضي وكده, لا كان يجي يقول له جوزني بنتك, يقول له جوزتك, وهو يقول له قبلت وخلاص, ويتشهر في الناس ان فلان اتجوز فلان. كان مكتوب ده زمان أسايم زواج, ما كانش موجود. الأسايم دي اتكتبت عشان حفظ الايه الحقوق. تمام؟ زي زمان ما كانش فيه شهادات ميلاد ولا بطايق. ليه؟ ما هو عد غنماتك يا جوحة, واحدة ايه واحدة ايه واحدة نايم, هو الناس كان عددهم ايه, هو مش محتاجة ولا لكن ما الدنيا وسعت بقى لازم التوثيقات دي. فهو بيضحك على دماغ البنت يقول لها ما ده زواج شرعي, ما زمان ما كانش فيه توثيق, فده ما فيهوش حاجة. طب الشهود, اتنين صحابي, طب الولي, واحد ولي ليك, والمهر ادي 5 جنيه مهر ولا 10, ولا عزمك على سندوتش برجر ولا حاجة وكده ايه وليمة الفرح. 24 بنت ضحك عليها, والله المستعان. عشان كده بقول للبنات ما ترخصيش نفسك, خليكي لؤلؤة مصونة. الحب والعواطف والمشاعر اللي عندك دي اصرفيها في الحلال. اخيرا تفكروا كثيرا في اليوم الآخر وفي الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. كل سلوك وكل لفظة
وكل فعل وكل حاجة كتبناها على الفيس وكل حاجة شفناها بعينينا هنشوفها فين؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر إيه؟ صغيرة ولا كبيرة إلا شوف هو تكلم معاه وهي تكلمت معاه كم مكالمة وقالوا كم كلمة حرام وفي كم مرة خانوا وكم مرة عصت ربنا وعصى ربنا وحق أبوها وحق أخوها وعمها وخالها وخالتها رحمكم الله. كل ده لو ما تبناش وصلحنا في الدنيا هنتحاسب عليهم القيام. أخيرا أختم بهذه الرسالة من بعض الشباب أصحاب العفة، وقد وقف وقد جاء هذا الرجل اللي هو الدكتور توفيق حماد الشاعر، أستاذ علم النحو في كلية الدعوة وأصول الدين جامعة البلقاء في الأردن، جاء ليدرس بمصر في الأزهر، فسكن في غرفة أمامها سكن للطالبات. الكلام ده كان سنة 1958، فقدامه سكن طالبات وهو الشقة اللي سكن فيها قدام سكن الطالبات دي. فخرج إلى الشرفة في أول يوم يسكن بهذه الشقة، فإذ بفتاة واقفة فين؟ في سكن الطالبات. فأول ما شافته راحت كتبه له رسالة في ورقة وراحت إيه؟ فمسك الورقة كده لقاها فيها حبيتك من أول نظرة، تمام كده؟ أدي بلاوي بت إيه؟ بتتلقح علينا. فجادت القريحة بهذه الأبيات فكتبها وألقى الورقة لهذه الفتاة، قال إيه؟ تظنين الحياة تكون ليلى ومجنونا يغني شعر قيسي، فلست أنا بمجنون بليلى ولا عبدا لطائشة وكأسي، وما أنا بالذي يغوى ويغوي ولا أنا بالذي ينسى وينسي، فبرهان الإله يرى فؤادي بأني لست من عباد إنسي. برهان الإله يقصد إيه؟ لولا أن رأى برهان إيه؟ اللي في سورة يوسف. ولا أهواك باسمة المحيا ولا أنسي بها ولا أنسى بها يومي وأمسي ولا أنسى بها يومي وأمسي، فظل الله ظل الله اللي هو ظل الإيه؟ العرش. فظل الله أسمى عندي منك إذا ما قمت من قبري ورمسي، الرمس اللي هو القبر، لقد أخطأت حين ظننت أني أسير غريزة وأسير كأسي، فأسمى من جمالك قول ربي ولا يزنون هذا سر بأسي، فوصف عباده أزكى وأحلى وميراث الجنان عزاء نفسي. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدي شبابنا وبناتنا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.